كنتمنى ان شاء الله تكون مزيان. ماشي نترينيو كما كتشوفوا قايله الشمس. المهم غنمشيو نديرو واحد الحصه ديال الظهر، حصه ديال البيسبس، غنصوروها بشحال هذه ما تصورنا في لاصه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. وندخلوا في واحد الموضوع مهم ان شاء الله على هاد الشمس بعدا ومنافع ديالها للجسم، وخصوصا الناس اللي فيها عندهم ترهلات ديال الجسم، يعني الناس اللي عندهم ديك الجلده زايده. من بعد نهضروا ان شاء الله، تلقوا في لاصه. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you aren't shining like it's neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then I'll just have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then I'll just have to leave. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot. Yeah, shoot, shoot, shoot. That was
رد. الخوت بالمناسبة هذا الصيف هذا إن شاء الله غنهضروا على الشمس والمنافع ديالها بالنسبة للرياضيين ولغير الرياضيين. أول حاجة وأحسن حاجة كديرها الشمس هي كتحفز هرمون التستوستيرون، يعني كتطلع هرمون التستوستيرون جي اش، هرمون الرجولة كما كتعرفوا بلا ما نقول لكم واش عارف هذا الشيء. وكتحفز فيتامين دي، كتطلع فيتامين دي الى اقصى قصوى. كيفاش كتطلع فيتامين دي؟ راه الشمس ما فيهاش فيتامين دي. فيتامين دي فوق الشمس كدير في الجلد ديالنا، يعني خصك ضروري على الاقل في النهار من 10 دقائق حتى نص ساعه تريح في الشمس. ومن احسن ما تكونش ديك الشمس عموديه، يعني بين 11 ونص حتى لوحده. ديك الشمس عموديه هذيك كضر وماشي مزيانه، غتحرقك وغادي تستفد. شنو كدير فوقاش ديك الاشعه ديال الشمس كطيح على الجلد ديالك؟ شنو كيدير؟ كاين واحد الكوليسترول تحت الجلد كذوبو والجسم ديالك كيحولو لفيتامين دي، هادشي علميا وطبيا. وكيستافد منه بزاف ديال الحوايج، منها هشاشه العظام وتنظيم بعد تنظيم الاكل في الجسم، ويعني ويدخل بروتين العضله وبزاف ديال الحوايج كيديروا فيتامين دي. راه ديجا هضرنا عليه في فيديوهات اللي فاتوا بما نهضروا على الشمس. كاين شي ناس اللي عندهم ترهلات جسميه، يعني كتلقى الجسم ديالهم مهرهر شويه، ولا دوك الناس اللي كيديروا الشفط ديال الشحوم وكتلقى عندهم ديك الجلد الزايده، الشمس كتنفع بزاف في هادشي. ماشي لومبرسولا، يعني هذيك لومبرسولا كتدخل فيها كدير اشعه تحت البنفسجيه، اشعه الزرقاء، هذيك ما تنفعش، هذيك غير كتبرونزي، غير كتعطيك اللون، ما كتعطيك لا فيتامين دي لا شي حاجه اخرى، ما كتستنفع شي حاجه. حنا كنهضروا على الشمس الطبيعيه اللي عطانا الله تعالى، هذيك كتنفعك. شنو كدير؟ كتجبد لك الجلد باش فوقاش كيذوب ديك الكوليسترول وكيذوب معاه ديك الماء اللي فوق العضله، الجلد كيلصق على العضله، كيزيد يلصق ويتجبد على العضله مع لونترينمون. هاد الناس اللي كيديروا العمليات داكشي ضروري خصهم الحديد، يترينوا الحديد باش العضله تكبر وديك الجلد يلصق، يعني فوقاش كتكبر العضله كما كتشوفوا هنا العضله هيدا، ديك الجلد كيلصق حدا فوقاش ما كبرت الجلد كيتجبد وكيلصق.
ديك الساعه كيبانوا العروق وكيبانوا راه كاين بزاف ديال الناس اللي داروا هاد العمليات ومن بعد ترينيو الحديد وجلسوا في الشمس استغلوا الشمس واستغلوا فيتامين دي والتستوستيرون ونجحت لهم هادشي يعني وعدلوا فورمه مزيان. يعني الشمس ضروريه في الحياه ديالنا لان الدول الاوروبيه اكثر الدول الاوروبيه ما كاينش الشمس, لذلك كتمشي عند الطبيب اول حاجه كيعطيها لك الناس اللي مرضين وداكشي كيعطيهم فيتامين دي لان هاد البلاد هادي ما فيهاش الشمس باش يستغلوا فيتامين دي. ما الدول اللي فيها الشمس ما كيحتاج لا فيتامين دي لا والو, دائما كتلقاه مطراسي ودائما كتلقاه بروزي وديك برونزاج كيعطيك واحد عليه. هاد الناس الابطال اللي كيطلعوا على كيطلعوا يشاركوا كتلقاهم كيتبرونزاو ومن بعد كيصبغوا داكشي باش يبان داكشي كيبان لك كتبين لك العضله مزيانه وتقدر لك العضله كبيره. هو بصحتكم الصيف ان شاء الله, كنتمنى لكم صيف سعيد وعطلة سعيدة ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش لايك وجيم وبارطاجي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.